مبتسم؟ مبتسم. انت بدك فوت على التواليت؟ ريم مبتسم، انا مبتسم اخر شيء. شكلك موجوع. احنا مين؟ هل هناك من يشبه هنا؟ هل تسمعني؟ هنا الارض. سلام رفيقي من كتير زمان. شو سمت البدن؟ انت بدك فوت على التواليت؟ الله عمري ما صورت. نوما هنيئا لاهاليكم، جنة الاهل منازلهم. شو تسوون؟ هاي جايز وجايزات، ماي نيم از عبدو. هاي وجود مورنينج. انا غريب. عاش ترى سامي يا غريب. انت من مصر؟ لا انا من اخبو. احسنت التضارب حبيبي، احسنت التضارب. هالبرومو اللي تبعتوه هو برومو مسلسل كوميدي جديد اسمه هنا الأرض، واللي نزل اليوم على شاهد. المسلسل من نوع الخيال العلمي، بس بيحكي عن قصص اجتماعية بتهم جيل الشباب بطريقة كوميدية طريفة. والعمل كمان من تأليف مجموعة شباب من صناعي المحتوى المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنهم عبد الرحمن الشيخي، هشام عفيفي، ريم نضر، سلام قطناني، ومها جعفر. وإحنا رافقنا فريق العمل بكواليس تصوير المسلسل عشان نعرف تفاصيل أكثر عنه وعن الكونسبت الجديد اللي بيقدمه. كونسبت كتير جديد بالوطن العربي، أول مرة بيكون في 7 كونتنت كرييترز بيعملوا مسلسل من إنتاج خربيش. والشي الجديد بهالمسلسل إنه سيتكم بيبني على الخيال العلمي، وهو شورت فورمات، فكل حلقة مدتها ما بين 10 ولا 12 دقيقة. القرار الموضوعي العقلاني أأمن يا أخي، التكنولوجيا إن شاء الله عمري ما صورت. والمسلسل بيدمج ما بين الكوميديا والمعرفة العلمية الكوميدية، وبيضوي على قضايا اجتماعية بتهم الشباب، لهيك السكريبت كان لازم يكون بستايل بيشبه الجو اللي بيعيشه الشباب هلا. الطريقة اللي انكتب فيها هذا الشو كانت بطريقة situational comedies، إنه نحنا كل ال content creators كانوا involved بالكتابة، كتبوا مشاهدهم بإيدهم، كان في كتير improvisations، يعني ما كانت إنه نحنا عم نكتب سيناريو ومنخليهم يقولوه، فكانوا حاسين كل كلمة عم بيقولوها، وكانت معظم الشخصيات أصلاً تشبههم. وبيعتمد المسلسل على قضية خيالية بين مخلوق فضائي اسمه غريب إجا على الأرض وبيلعب دوره هشام عفيفي. بيبص على الأرض كده بطريقة نظرة مختلفة لأولية البشر بيعملوا كده، يعني قريبة شوية من شخصية اللي أنا بعملها على اليوتيوب كحاجة اسمها تحليل استراتيجي. إنه هو بينظر الأمور بنظرة مختلفة، يعني عشان كده جت فكرة إن بدنا نعمل الدور بتاع غريب ده. من مصر؟ لا أنا من أخبو. أحسنت التضارب حبيبي، أحسنت التضارب. بس يبدو إنه هشام بيتعب التصوير كتير، ولهيك بينام على الست. أنا بقالي تقريبا 10 أيام ما بنامش. نصحى يعني بخلص تصوير دوبك أرجع على الأوتيل بنام، ممكن بهدومي كمان نرجع على التصوير، بس الحمد لله يعني. وزميله عبد الرحمن الشيخي كمان بيحب النوم أثناء فترة الاستراحة ما بين التصوير، بس هالشي مو الوحيد اللي بيجمعه مع هشام، فهو الروم ميت بالمسلسل. أمشي غريب، أنا طالع لاف قدام الناس. واحد يحاول يصير ستاند اب اللي هو ستاند اب كوميدي، يفشل ينجح، عايش مع واحد جاي من الفضاء غريب، يعني بينهم أشياء كوميدية لأنهم هم عارفين يتعاملوا مع بعض، يحاول يتعرفها على واحدة معاه في المدرسة وزي كذا، يعني حياتهم ملخبطة. هاي جايز وجايزات، ماي نيم از عبدو. هاي وجود مورنينج. ومن ابرز الشخصيات بهالسيتكوم هي سلام، يلي بتلعب دورها سلام قطناني المنسجمه كتير بالتصوير. صراحه لهلا الناس كلهم اللي عم يشتغلوا على المشروع زي كانه عائله صرنا، عم نحكي مع بعض بمسحاتنا اللي ما حدش بيفهم علينا، وعم ندخل كمان اشياء من هاي المسحات بالنص، فانا كتير متحمسه لهذا الموضوع، بتمنى انه يطلع الاشي اللي عن جد اشتغلنا عليه، لانه من قلبنا كلنا اشتغلنا من قلبنا. احنا مين؟ هل هناك من يشبه هنا؟ هل تسمعني؟ هنا الارض. سلام رفيقتي من كتير زمان. وهالشي كله سببه طريقة المخرج علاء إسماعيل بإدارة الست. أنا شايف الاختلاقش كده، فكرة أنتوا الاثنين وما حد سمع شيء من كلامي. بس علاء إسماعيل أسطورة وعم بيساعدنا كثير بالست، وعارف إنه هاي أول تجربة إلنا كممثلين، وكثير عم بيكون عم بيطول باله معنا وعم بيعطينا تدريبات وعم يطلع برا وقته اللي مفروض يعطينا إياه، بس عشان يساعدنا إذا نقص علينا إشي أو إذا حس إنه إحنا بنقدر نزبط أكتر من هيك. ولهيك ريم نضر ارتاحت من شغلتين كانوا مخوفينا قبل التصوير، الأولى إنها بتمثل أول مرة، والثانية خوفها من التعامل مع المخرج. كنت عتلينا هم المخرج يبهدلنا ويزفنا
وهيدا طلع لقطة قشطة يعني حرام كتير كان عظيم يعني المخرج أبدع أوف شو سهل كل شيء علينا وشو هيك حسسنا إنه لا الموضوع بسيط وخلينا بدل ما نكون فايتين متوترين إنه يجيب إنه نخلص صايرين فايتين نحن ومرتاحين وعم نمزح وعم نضحك وما بعرف شو. أعتقد إنه هيدا حتى الكيمستري اللي صارت بيناتنا بالست رح تبين على السكرين كمان أو جزء من الشخصية اللي بتلعبها ريم مستوحاة منها. ولا شو سمت البدن؟ أنت بدك فوت على البنات؟ إن شاء الله عمري ما صورت. نوما هنيئا لأهاليكم، جنة الأهل منازلهم. شخصيتي أنا بالحقيقة إنه هي حدا يهتم بالحقوق والدفاع عن المظلومين ومدري شو، بس هي بنفس الوقت مثلا حدا كتير يؤمن بإنه مش عارف اليوغا والأكل الهيلثي، وطبعا أنا أبدا مش هيك بعدني عمل لك منصف يعني، وبنفس الوقت بتحب الفاشن وبتحب الموضة والميك اب والما بعرف شو، ولكن مش هيدي الصورة النمطية يلي منقولها عن البنات إنه إذا وحدة حلوة يعني غبية، لا. أما مها جعفر فشخصية تغير عن الكل وهالشي واضح من الكوستوم اللي لبسته. شخصيتي هي قائدة الكوكب الثاني، بمثل الذكاء الاصطناعي الذي سيطر على الكوكب الثاني، فحاجة كده معقدة شوية، لكن يعني ممكن تقول إنه يعني من الفضاء. فأهلا بكم أيها الأرضيون. شكلها متعرف على ابني. مش حكاية بنت يعني هي يا أخي ما تتكلم حركت لي روحي يعني اعتبري إنه في بنت. نرجع نذكركم أن المسلسل نزل اليوم على شاهد، بتقدروا تشوفوه فور فري وتتفاعلوا مع الأحداث من خلال هاشتاج شاهد هنا الأرض. يعني صراحة أنا حبيت فكرة المسلسل وحبيت أنه هو كمان شبابي وكوميدي في نفس الوقت، ويمكن دي الحاجة اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي جدا. فعلا مختلف.